وصل صوتك. بعد ما حكينا على القضاء وحكيت تجمعته وباش نحكيه على الحاجات المعنوية، أولا زوز تصريحات. دونك التصريح الأول هو أنه التجمعين ساهموا في الثورة، معناتها اللي برش اعتبروها إهانة للثورة، سمحني في الكلمة سي كمال، أما إهانة للثورة أنه اليوم نوليو نحكيه على التجمعين ساهموا في الثورة. شوف نقصد بهذا ونحب نأكده أنه لو كان التجمع كان ضد الثورة كنا نكونوا في الوضع اللي عايشته سوريا اليوم، كنا نكونوا في الوضع اللي عاشته ليبيا. اللي قصدته بهذا أنه ثورة ما قامش بها أي حزب من الأحزاب، ما قامش بها فئة معينة، قام بها شباب تونس في مناطق مختلفة، سيدي بوزيد والقصرين صحيح ولكن في كثير من المناطق الأخرى. واللي قصدته بهذا هو أنه لو كان التجمع ما كانش هو في حد ذاته معناها كانت أزمة كبيرة في داخله، أعتقد أنه يكون هناك كانت تكون رد فعل مختلف على الشيء اللي شفناه، وما كانش يتنحى ويخرج من اللعبة السياسية بمثل الشيء اللي صار. دونك هذا هو اللي قصدته، مش معناها أنه ثم الثورة ما قامت في تونس، طيحت النظام، قامت لأسباب كلنا نعرفوها، تشغيل، توازن معناها بالنسبة للجهات في التنمية، هذه أشياء معناها معروفة وكانت عفوية، ما كانش فيها تنظيم لا للتجمع ولا لغيره. ولكن الشيء اللي حبيت نقوله كما نحب نعاوده أنه واضح. أما سي كمال لهنا فما شكون فسر قال لأنه التجمع لم يكن حزب، كان عباد تربطهم مصالح ولما انتفيت مصلحتهم كل واحد مشي على روحه، معناتها أغلبيته إنسان تقضي في الناس تقضي في مصالحها مش مؤمنة بإيديولوجيا معينة. لا، تحليلي يختلف على هذا. وأعتقد أنه هذا يعتبر مس من كرامة كثير أو مئات من الألاف من الأشخاص اللي بطبيعة الحال انتمائهم كان للتجمع عن حق وعن عقيدة. المشكل الكبير اللي كان في التجمع والناس اللي عاشوا فيه ويعرفوه في رأيي كان لأنه في السنوات الأخيرة اختفى فيه كل حوار سياسي داخلي، واختفى فيه خاصة معناها تيارات فكرية مختلفة، وأصبح يمشي بالتعليمات، وهذا كان من أسباب الهوان متاعه، أسباب الفشل متاعه في الآخر. أنا عشت كما تعرفوا في الحزب الاشتراكي الدستوري مدة طويلة وتحملت فيه مسؤوليات على المستوى الشبابي والطلابي، كان عندنا تيارات مختلفة وقلتها ونزيد نعاودها، الحزب الاشتراكي الدستوري اللي كان فيه أحمد المستيري وأحمد بن صالح والهادي نويرة ومحمد المصمودي ومحمد الصياح، معناها شخصيات كما هكا معروفة كل واحد منهم باتجاهه، كل واحد منهم توجهاته السياسية سواء كان في السياسة العامة ولا في الاقتصاد ولا في الاجتماع ولا غيره، ورغم هذا كانوا متعايشين، وهذا كان اللي كان هو لا يعطي للحزب الحركية متاعه، هذا ما كانش مع الأسف. أما زاد حتى الحزب الاشتراكي سي كمال فيولو خاطر من بعد معناتها انتهينا بديكتاتورية زاد وبرئاسة مدى الحياة، معناتها الناس اللي تقول دستوري مش تجمعي معناتها ما زايد عليه كان بالصبر الآخر. معناتها المدرسة هي نفسها، المدرسة تبقى المدرسة الدستورية من 1920، من زمناش نفس والتاريخ نفسه هو نفسه بداية قوية ثم انحراف، شيء طبيعي، ولكن يلزمنا كي نحكموا على الأشياء نحكموا عليها في وقتها مش بعد 20 سنة و30 سنة و50 سنة. الاتجاه في الستينات، ومش نتكلمش على الخمسينات في بناء الدولة، حتى في الستينات بناء الدولة وبناء الاقتصاد خاصة، الاختيارات ما كانتش بالنسبة لتونس فقط، كان فما اتجاه عالمي اللي احنا نتأثروا به، كان فما اتجاه إقليمي اللي نتأثروا به، وبالتالي ما نجموش نحكموا بنفس معناها التقييم وعلى الشيء اللي صار في السنوات الأخيرة وفي الشيء اللي صار في الستينات وفي السبعينات. صحيح أنه الحبيب بورقيبة والزعيم الكبير الحبيب بورقيبة ضعف في آخر الحكم متاعه، قام بأشياء أكيد ككل البشر أشياء أصاب فيها واليوم يتمتع بها الشعب التونسي كله وتونس بكلها، أخطأ في بعض الأشياء ما في شك، ولكن ليس هناك مقارنة الحقيقة للشيء اللي كان صاير. بالنسبة أنا نتكلم على حزبي كحزب سواء كنت في الحزب الاشتراكي أو في التجمع، عرفت التجمع كما تعرفوا في آخر المطاف في فترة السوداء في 2005 أنا روحت ودخلت اللجنة المركزية في عام 2008، بقيت فيها عامين فقط، ولكن ما كانش الشيء اللي كنت نتوقعه مع الأسف. ولذا على كل حال أنا أعتقد أن هذا هو الماضي، وأهم شيء بالنسبة لنا اليوم كتوانسة بصفة عامة مهما كان انتمائنا السياسي أنه بلادنا تتفادى باش ترجع لنفس الأخطاء اللي صار فيها التجمع، وأؤكد على هذا لأنه القضية
القضية مش متعلقة بالتجمع أو بحزب من الأحزاب، بل بالدولة وبتوجهات الدولة وبحياد خاصة المؤسسات الدولة لأي حزب كان، سواء كان صغير أو كبير. هو باش نرجع بعد لحكاية الإقصاء، ولكن قبل أنت قلت صارت معناتها مظاهرات وكذا ومعناتها وما فما حتى حزب. السيد المازري حداد اللي هو كان سفير تونسي سابق في الأمم المتحدة، قال في اليونسكو، في اليونسكو قال لا فما ثورة لا شيء، مع احترامي للشعب التونسي فما انتفاضة شعبية وتلاها انقلاب. شوف وديما كي نقولوا انقلاب يجي كمال مرجان بين عينينا، ما نعرفش علاش. رغم انه الحمد لله ان شاء الله الناس كل اللي تعرفني تعرفني مانيش متاع انقلابات. لا كان يكون انقلاب على بن علي حاجه مش خايبه، معناتها كنت تكون بطل. لا مو الانقلاب، شوف راهو تصاورك بارتو توسي كمال والتغيير. لا 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 ما هو شوف، ما كل كل انسان عنده مسيرته تحكم عليه، ويكفي الحقيقه اليوم من هالاشياء هذه اللي قالوا ربما سي المازري هو من ناحية الفلسفية من ناحية النظرية قد يكون عن معرفة. لا لا ما نتصور موضوع ثورة وإلا انتفاضة ما ذكرهاش سي المازري الأول، ما أنت تعرفوا أنه ذكرت في السابق وقع نقاش كبير عليها في الحياة السياسية والاجتماعية بصفة عامة. عرفت أنها ثورة، ما ندخلوش توا في هذه ثورة مش ثورة، لأنه ثورة لازم تكون منظمة، لازم تكون عندها قيادة، وانتفاضة هي انتفاضة شعبية إلى غير ذلك. المهم أنه سواء كانت ثورة ولا انتفاضة أخذت معناها من الأول كلمة ثورة وتبقى ثورة. المهم أنها طيحت نظام حاكم ما فيش أدنى شك، وأهم شيء اليوم خليوا هذايا للرجال التاريخ وربما رجال الفلسفة باش يتحدثوا فيه ونخموا في مستقبل بلادنا. ومستقبل بلادنا ما ينجمش يبدأ بصفة جدية إذا كان ما فماش مصالحة، وما يقول مصالحة ما يقولش ما فماش مساءلة ولا محاسبة، لكن تكون قانونية وتكون معناها حاجة واضحة بالنسبة للجميع ويتحمل فيها كل إنسان مسؤوليته، مش مجموعة وألاف من الناس يحكم عليهم مسبقا. هذا شيء غير معقول وما صارش حتى في أتعس الأنظمة اللي صارت. إذا كان الموضوع هو باش نعاودوا معنا اون كالك، باش نعاودوا ناخذوا نفس الشيء ونطبقوه اليوم فعلى الدنيا السلام، قلتها ونعودها. هو نرجع نحكي لبرشا حاجات برشا ناس شافوه تهديد من كمال مرجان وقت اللي قال معناتها هددنا ردوا بالكم، معناتها هدد المسؤولين ردوا بالكم تخموا في هذا الفصل 15 مرة أخرى، باش يكون إقصاء للتجمعين، باش تكون عليه عواقب وخيمة. ولكن هو ماهوش إقصاء للتجمعين، هو يقولوا لزعماء، معناتها زعماء حزب اللي خذوا مسؤوليات معينة، معناتها بالمئات إذا مش بالعشرات، يعني ماهوش ألف تجمعين كما قلت سي كمال. هذوما اللي قادوا سياسة هزت البلاد في آخر 5 أو 10 سنين معناتها نحو ظلام حرياتي دامس، معناتها أقل شيء يقول لك يبعدوا حتى 10 سنين كعقوبة لهم الشعب وكمطلب شعبي وليس طلب من مسؤولين من الحكم. أنا قلت كلمة كارثة مش تهديد، بالعكس هو أنه لكن قلنا باش تصير كارثة. لا تصير كارثة، تصير كارثة بالنسبة لمستقبل تونس، مش باش تصير. لا إن شاء الله احنا ما نوصلوش للشيء هذا، معناها علاقة بالشيء اللي يهم التجمع ولا بأي أشياء أخرى. بلادنا اليوم محتاجة إلى توازن، بلادنا محتاجة إلى عودة أمان وأمن، بلادنا محتاجة إلى طريق واضحة واضحة المعالم باش تبدأ الأمور معناها بالنسبة للناس الكل عارفين وين ماشيين. وأنا ما عمرني ما قلت أنه ما فماش مساءلة، عمرني ما قلت أنه ما فماش معناها محاكمة، قلت لازم يكون شيء قانوني شيء واضح، وكل حد قام بشيء يتحمل مسؤوليته، ولكن اللي ما قامش حتى بشيء معناه في مضرة البلاد ولا في مضرة الشعب ما فماش علاش يقصى فقط لأنه انتمى إلى هذا الحزب اللي هو حكم البلاد هذه وقام ربما بأشياء نعاودها معناها النافعة وأشياء معناها ربما مخطئة يتحاسب عليها كل من قام بهذا ويحكم بها التاريخ. الأمل متاعي هو مصالحة وطنية، ولا أعتقد أن الإقصاء المبدئي وكتشوفوها في دول أخرى، ومعناها يجب يكون واضح ويتحمل فيها من سيأخذ هذه المسؤولية، لأنه أعتقد أنه صارت
في المرحلة الأولى، هذا اللي يخلي لهم ما نش موجودين بالعمل في المجلس التأسيسي، ربما نتفهموا هذا، ولكن إذا كان هذا مش يتواصل، هذا حتى في أتعس الأنظمة نزيد نعود هذا ما صارش. وشفتوها في أوروبا الشرقية، شفتوها في أمريكا اللاتينية، دائما نذكر في أوروبا الشرقية سي كمال، صحيح ما صارش قوانين، أما هما بعدوا 4-5 سنين معناتها في رومانيا الحزب بعد ورجع بعد خذير ربح في الانتخابات، معناتها رومانيا معناتها يقول لك قضائيا معنا ما نشد، ولكن معناتها حكاية سياسيا فما أخطاء على الأقل يبعدوا شوية هما. شوف كل إنسان يتحمل مسؤوليته، وإذا كان احنا اليوم وصلنا باش نعتقدوا أنه الصناديق هي اللي مش تقرر، وإذا كان الشعب هو اللي مش يقرر تخليها للشعب اللي هو يرفض هذا، وحتى حد اليوم ما ينجم يتكلم باسمه باش يجي لعنها لآلاف من الناس. أنا سمحوني باش نعودها، قلتها أعتقد في أماكن أخرى، رئيس شعبة متاع سوق لحد في قبلي ولا في أي منطقة أخرى، أي بلاد من بلداننا، وأي قرية من قرانا، وأي ريف من الأرياف متاعنا، وأي مدينة من المدن متاعنا، مش بالضرورة راجل معناها قام بشيء ضد القانون، مش بالضرورة راجل ما خدمش البلاد، مش بالضرورة ما خدمش مواطنيه، مش بالضرورة راجل فاسد كما يقولوا. وبالتالي مش فاسد، ما يرتاح شوية، شوف يرتاح كل 5 سنين شوف معناها هذا الحقيقة قرار باش ياخذوه بطبيعة الحال في المجلس التأسيسي، أعضاء المجلس التأسيسي، مش تاخذوا أحزاب معينة كذلك باش تاخذوا قرار في هذا، وكل إنسان يتحمل مسؤوليته في هذا، مش تهديد، لأنه بالنسبة لي أمور أخلاقية منطقية، وكل إنسان بطبيعة الحال ربما عنده شيء ما يعاب عليه أو هو يعيبه على نفسه يفهم نفسه، والإنسان اللي يعتقد أنه ما عندوش علاش وينجم ينفع بلاده، فما شعب وفما معنا ناخبين اللي هم يقرروا. واضح.